اخبار اليوم. اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب ودرجات الثانويه العامه في ريفيجن سريع على ماده البيولوجي، لكن قبل ما نبدا ماده الريفيجن عايزين ننبه على بعض النقط الصغيره كده المهمه. الفتره اللي قبل الامتحان هي فتره مهمه جدا ودقيقه جدا، وكل ثانيه من الوقت بالنسبه لنا بتعلي درجات، ما ينفعش نضيعها، وفي نفس الوقت ما ينفعش نعمل ستريس اوفر على نفسنا بحيث ما نقدرش نبقى مركزين. ما ينفعش حد يجي قبل الامتحان فاضل يومين ولا يوم ونص على الامتحان ويقول لي لا ده انا هقعد اذاكر المنهج، لا خلاص خلص وقت المذاكره. انا طول السنه قاعد بذاكر، كان في اسئله كتيره واقفه معايا، في اجزاء صغيره بتضيع مني، الجزء ده انا مش بعرف اجاوبه كويس، شكل المساله اللي بالشكل ده مش بعرف اقوله، هنا انا هقعد ادور على الاجزاء اللي بتقع مني. اقعد الم الاجزاء اللي بتقع مني دي كويس، بحيث انا بقفل نقط معينه، في ديفكتس كده معينه في المذاكره بتاعتي انا بلمها في الوقت ده. لكن مفيش حد ابدا اسمها يقدر يذاكر المنهج كله في يوم ونص ولا في يومين، لا وانا عامل حسابي انا هخلص سبورت اند موفمنت وريبرودكشن في ساعتين واخلص. ما ينفعش الكلام ده، احنا بقالنا شهور قاعدين نذاكر علشان هنيجي في الامتحان في 60 درجه ندخل نجيب ال 60 درجه. نجيب ال 60 درجه ازاي؟ دي محتاجه عقل، محتاجه حكمه، محتاجه تركيز عالي جدا، محتاج ان انا اخد بالي هو ايه اللي انا عارفه كويس ولما يجي لي السؤال ما اضيعش في وقت واسيبه وانا براجع، ايه السؤال اللي دمه تقيل على قلبي وكل ما يجي لي اتلخبط فيه، اعمل ستريس بقى. الناس وهي بتذاكر بتيجي جنب كل سؤال في مشكله وتعمل تك كده او هايلايت بقلم هايلايت كده، بعد كده اجمع الهايلايتس ديت اللي قدامي اشوف كل نقطه انا كنت بغلط فيها ليه، وبعدين انا لما جاوبها كويس دي بقت عاديه، خلاص بقت عاديه شلتها، وبالتالي انا بشوف بس الاجزاء اللي عندي فيها ديفكتس بس في المنهج عندي، وبعد كده المساله تبقى لذيذه وما فيهاش. في نفس الوقت البايو ما فيهوش اختراعات، يعني احنا مش بنخترع، احنا بنجيب اجزاء او معلومات معينه موجوده عندكم في المنهج بنسال فيها. مش بقول لك سمع لي المنهج، مش هقول لك سمع لي الكتاب، مش هقول لك انت ذاكرت ايه خالص، في كام سؤال هجيبهم علشان انت تجاوب عليهم عشان اعرف انت ذاكرت ايه. فما ينفعش تقول لي ده انا مش حافظ شابتر الكي ان ايه كله، انا مش بقول لك احفظه كله، انا مش هقول لك سمعه، انا هقول لك بس السؤال ده تعرف تجاوبه كويس، جاوبته كويس يبقى اوكي، لكن اقعد اسمع ما ينفعش. فانا اشوف الاسئله تتجاوب ازاي وانجز بقى في الوقت عشان ما اضيعش وقت. اوكي، احنا الحقيقه دلوقتي هنبدا مع بعضنا في موديل اكزام كده از ترايل اكزام. الترايل اكزام ده هيقول لي مثلا انا هعمل ريفيجن على مجموعه كبيره جدا جدا من المنهج، الاجزاء اللي هراجع عليها هاخد بالي الحته دي انا بقع فيها شويه، الحته دي انا بجاوبها وبعرف ان انا جاوبتها بس مش بجاوبها اخد عليها فوق المارك على الجزئيه دي، لا بنقص نص، انقص درجه، انقص ما اعرفش ايه. احنا نحاول نعمل ستريس على النص درجه والدرجه والحتت اللي بتقع مننا بس في الترايل اكزام. اوكي، نبدا مع بعضنا كده باول سؤال. حضراتكم عارفين اول سؤال دايما بيجي تشوز ذا كوريكت انسر، فنشوف كده اكزامبلز تشوز الكوريكت انسر ونشوف ازاي تتجاوب الاجزاء بتاعتها دي. اولا كده مثلا بيقول لي the sequence of nucleotides in the DNA strain of the glycine amino acid is shown as shown in the opposite figure is dots. بيقول لحضرتك ان ده glycine amino acid، طبعا ال RNA اللي carry the amino acids is a tRNA، يبقى الجلايسين ده as a 3 prime end or as a CCA as a 3 prime end، يبقى ده لازم يبقى انتي كودون اوف tRNA. طب هو بيسال حضرتك على the code of the CCA on the DNA. طيب انا عايز اشوف ده الكودون بتاعه on the mRNA بقى ايه؟ بدل ما هي CCA لا هيبقى GGU، يبقى انا هنا هعمل G، هعمل G وبعدين هعمل U. طب لما اعمل كده يبقى ده ال mRNA او الماسنجر RNA. طب ده حصل له ترانسكريبشن فروم ذا دي ان اي، يبقى الدي ان اي قصاد الجي هتبقى سي، قصاد السي الجي الثانيه هتبقى سي، قصاد اليو هتبقى ايه، يبقى انا هرجع للكود ده برضه هو ده الكود اللي موجود على الدي ان اي، وبالتالي لما يجي يسالني يقول لي ذا كودون اون ذا دي ان اي اوف ذا جلايسين امينو اسيد، وبعدين بيديني مالتيبل تشويس، هختار ايه؟ سي سي اي، دي مش باي لك، دي ما فيهاش اختراع، دي ما فيهاش حد يقول لي لا اكتب مش عارف ايه، لا دي واحد واحد يبقوا اثنين. فانا عندي ادي الانتي كودون
احول الكود ام ار ان ايه، اجيب الكود الموجود على الدي ان ايه وتبقى خلصت المشكله، وبالتالي يبقى السؤال ده يتجاوب صح وبمنتهى البساطه وبمنتهى الاقتدار كمان، لكن ما ينفعش اتلخبط فيه في اي حال من الاحوال. طيب نرجع للسؤال اللي بعده، كمان ناخد بالنا في المالتيبل تشويس مش مسموح ان انت تجاوب اي اجابتين ابدا، هي اجابه واحده، ولو اخترت اجابتين احنا مش بنصححهم، لان معنى ان انت تديني اجابتين يعني المصحح بيختار الرايت انسر بتاعتك، وده مش بيحصل خالص. نرجع تاني، هنا بيقول لك the outer bone of the shank is dots. You remember that the shank consists of two bones, tibia and fibula. The question asks about the outer bone. The outer bone is the tibia, but the inner pig bone is the fibula. So the right answer is the fibula, which is the outer small bone of the shank. The next question. One of the following disease is caused by recessive gene. أو ده بيسألني على جين or disease caused by recessive gene. طب ناخد بالي، هو أنا أعرف ال dominant genes that causes diseases ولا لأ؟ أعرفهم. أعرف إن ال high blood pressure act as a dominant gene. أعرف إن ال premature baldness bald. Premature baldness ده اللي بنقول عليه B plus the dominant gene مش recessive. Shortness finger act as the pose as the dominant gene. So the recessive gene is the hemophilia. And you remember that the hemophilia is the recessive gene that located on the X chromosome, so that act as a sex-linked character. شوف السؤال اللي بعده بيقول لنا the blood group which has no antigen is dots. AB positive, AB negative, O positive, none, all the above. اوعى تغلط الغلطه بتاعت كل ما يقول لي all the above اقول له all the above، وكل ما يقول لي none all the above اقول له none all the above. هي مش المساله تتقال كده، لكن المساله تتقال ان هو بيسالني على blood group with no any antigen. The antigen is located on the surface of RBCs. طب مين الانتيجين اللي احنا نعرفها؟ او نعرف ان في A ونعرف ان في B وفي نعرف ان في انتيجين اسمه RH or rhesus antigen. يبقى انا هدور على بلاد جروب ما عندهاش الانتيجينز. والله ممكن في سؤال يسال لي إيه؟ لو قال لي انا عايز البلاد جروب اللي مش عليها انتيجينز، او عايز البلاد جروب اللي مش ليها انتي باديز. طيب نرجع نفتكر كده، السؤال بيقول لي بلاد جروب which has no antigen. ما عندهاش انتيجين يعني ايه؟ يعني ما فيش ايه، ما فيش بي، ما فيش ار اتش. طب انا عندي هنا ايه؟ الاي بي دي عندها انتيجين ايه، انتيجين بي، ار اتش، ما تنفعش. طيب اللي بعدها AB negative يعني عندها A antigen و B antigen وما عندهاش RH، عندها اثنين antigen. ال O positive ما عندهاش A و B لكن علشان positive فدي عندها RH. So the right answer is none all the above. Okay؟ مش نجري بيسألني ما عندهاش antigen أدور لي على O. لا، ما لما يقول لي O negative فبقى الكلام مظبوط، لكن يقول لي O positive الكلام ما ينفعش. السؤال اللي بعده. All the following cells are haploid in the human beings except the dot cells. الحقيقة السؤال ده الناس بتسميه ريكول كويستشنز. يعني ايه ريكول؟ ريكول يعني سؤال بيقول لي انت عارف كذا ولا لا؟ انا بيسالني على الهابلويد. الهابلويد في اي هيومن ميل في الدنيا الهابلويد اللي عنده ثلاثة بس، سبيرمس، سبيرماتيدز، سكند سبيرماتوسايتس، ويسالني على اي حاجة تانية تبقى ديبلويد. برضو في الهيومن فيميل، الهيومن فيميل الهابلويد اللي عندها اوفم، سكندري اوسايت، بولر بادي، والباقي كله على طول يبقى ديبلويد. فانا هدور هنا هو بيسالني على مين؟ بيسالني على هابلويد. بيقول لك all the following cells are haploid in the human beings except. اخد بالي قوي 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 من كلمه except دي، لو ما خدتش بالي من except هجاوب غلط على طول. ده بيقول لحضرتك كله هابلويد ما عدا واحده. طب ادور له على مين الواحده؟ بيقول لحضرتك سبرماتيدز، السبرماتيدز هابلويد. دي سبرماتوجونيا، ما تنفعش السبرماتوجونيا هابلويد، لان السبرماتوجونيا is produced as a result of the mitosis division of the primary germ cell. يبقى دي ما تنفعش تبقى هابلويد. سكندري سبرماتوسايت وبولر باديز كل دول هابلويد، دي هابلويد دي هابلويد، لكن هو السبرماتوجونيا الاوجونيا الكلام ده بنقول عليه ديبلويد. خلينا فاكرين الهابلويد سيلز اللي عند الهيومن ميل سبرمس، سبرماتيدز، سكندري سبرماتوسايتس وبس، والباقي كله ديبلويد. عند الفيميل الهابلويد برضو 3 سيلز، اوفم، دي سكند اوسايت، اند ذا بولر بادي، والباقي كله ديبلويد وخلاص. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا امبريو ساك ويز اتس كومبوننتس ات ذا سيلز
as the cells and the nuclei is called the dots. The embryo sac, of the flower, which is surrounded by the nucellus, the two integuments. Inside the embryo sac, the presence of two embryo sac nuclei, X cell, two synergid cells, and three antibodal cells. كل اللي جوه الامبريو ساك ده هابلويد، كله 1 ان. بس هو بيسألك هو كل ده على بعضه بنسميه ايه؟ كل ده على بعضه احنا بنسميه اوفيول، So the ovule is the right answer. لكن ما ينفعش اقول اوفم، الاوفم دي هتبقى مين؟ هتبقى الاكس سيل بس. ما ينفعش اقول عليه اكس سيل، ودايما غالبا الاوفم بنقولها على الانيمال والاكس سيل بنقولها على البلانت او البريميتيف بلانتس. امبريو ساك نيوكلاي، كل اللي جوه الامبريو ساك نيوكلاي هابلويد، والامبريو ساك نيوكلاي هم اتنين بس اللي بيحصل لهم فيوجن مع الميل نيوكليس تو فورم دي اندوسبيرم which is a triploid or 3N. شو سأل بعد؟ بيقول لك four genes A, B, C, D are carried on the same chromosome. السؤال كده بيتكلمني عن كروموسوم الماب او جيناتيك ماب. طيب يبقى هيقول لي، هيكلمني عن كروسنج اوفر، هيكلمني عن الريشيو اوف كروسنج اوفر، وكل ما يقول لي ريشيو اوف كروسنج اوفر اعرف ان دي ديستانس على طول. طب لو قال لي الريت اعرف ان دي ريشيو تايمز 2 علشان تبقى الريت. لو اداني ريت وعايز ريشيو تبقى ديفايدد 2. لو اداني ريشيو وعايز ريت تبقى تايمز 2 والريشيو هي الديستانس. طب نرجع هنا. بيقول لك اي بي سي دي genes are carried on the same chromosome, the ratio of crossing over. لما يجي يقول لي the ratio يبقى بيتكلم لي عن الديستنس. The ratio of crossing over between D and C is 15. طب يبقى بين D و C 15. طب between C and B is 20. خد بالك بيقول لي ratio. طيب وبعدين بيقول لي the rate. اخد بالي في مشكلة عندي هنا لما يقول لي the rate، لأن أنا هنا هبقى محتاج إن هو يقول لي، محتاج ان هو يقول لي على الريت دي احتاج اعمل لها ديفايد 2 علشان اجيب الريشيو. يبقى لما اقول لي ذا ريت اوف كروسنج اوفر بتوين دي اند اي ايكوال 20، معناه ان الكروسنج اوفر ده معناه ان الكروسنج اوفر 20 اوفر 2 ايكوال 10%، ذات ذا ريشيو اوف كروسنج اوفر. طب نرجع نكمل. وبعد كده بيقول لك so the ratio of crossing over between B and A is كذا. المسألة كده سهلة، أنا بدور على أكبر رقم عندي في الريشيو بين C والB. والله أعمل كده خط كده كأني بعمل خط بالشكل ده، وبعدين بقول والله هاجي هنا أوله هكتب C، وبعدين الناحية التانية كده هكتب B. تقول لي طب ما انا ينفع اكتب بي هنا وسي هنا؟ لا، اللي زي ما بيقول لك تعمل، قال لك بتوين سي اند بي تعمل له سي وبي، بي اند سي تبقى تبدا له بالبي زي ما بيقول عندنا. طيب قال لك بين السي والبي 20، يبقى الديستانس دي من هنا لغايه هنا دي ايكوال 20. طيب نرجع، بيقول لحضرتك كده هدور بقى على ايه اقرب للسي او ايه اقرب للبي تبقى المساله سهله. بيقول لك هنا ايه؟ The ratio of crossing over between D and C is 15. ادي C دي كلها 20. يبقى هادي هنا، هاجي هنا عندي تقريبا 5 وهكتب له، هو قال لي ان هنا بين ال D وال C. ادي C، يبقى انا هعمل هنا D. ال D دي هتبقى هنا 15. يبقى معنى كده ان ال distance دي 5، خلينا فاكرين. بين ال D وال B هتبقى 5. وبعدين رجع هنا قال لي بين ال D وال A 10 as a ratio of crossing over، لان هو ادهاني ريت وانا عملت ديفايد 2. طيب يبقى بين الدي والاي 10، ادي الدي عايز هعمل الاي، يبقى الاي 10 هتبقى في النص هنا اهو. لما تبقى في النص هنا هعمل ايه؟ طب انا لما اجي هو بيسال حضرتك على ايه؟ بيقول لك the ratio of crossing over between B and A. ادي الاي اهي وادي البي، مش الديستانس دي 10 والديستانس دي كانت 5 من الاول، يبقى على طول هتبقى الريشيو هنا اوف كروسنج اوفر 15 هتبقى صح. اخد بالي بس، هو بيقول لي ريشيو ولا ريت وخلصت الحكايه. هي ريشيو يعني ديستانس خلاص، بس لما اجي اعملها على الكروموسوم الماب لازم كل رقم اكتبه اكتب جنبيه يونت، ما ينفعش اكتبه واسكت، وما ينفعش اكتب بيرسنتس على الكروموسوم الماب. كروموسوم الماب تبقى يونت. مورجان بعد كده سماها سانتيو مورجان عشان يقول لك دي ديستانس بتوين ذا جينز ذات لينكد اون ذا سيم كروموسوم. طيب اللي بعدها بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج كان اكت از انتيكودون.
anticodon means three successive nucleotides on the tRNA that complementary with the codon on the mRNA. ده الديفينيشن بتاع الانتيكودون اللي الناس عارفاه. طيب بيقول لك مين في دول كان اكت از انتيكودون، مين في دول ينفع انتيكودون؟ بيبدا لك بيقول لك اي وجي. انت مذاكر ان الاي وجي ده اكت از ستارت كودون اور ذا كودون اون ام ار ان اي فور انيشيشن اوف ذا بروتين سينس. طب يو اي اي، تقول لي ده ستوب كودون. هو ده ستوب كودون يا جماعه؟ ده مش ستوب كودون. تقول لي لا ده انا مذاكرها احفظها ستوب كودون، يبقى ستوب كودون على الام ار ان اي. لكن لما بيسالني على انتي كودون يعني 3 سكسيسيف نيوكليوتايدز اون تي ار ان اي، ما حدش يقول لي بقى ده اسمه انتي كودون خالص. انتي كودون بيقول لي ستوب كودون، وهو فين؟ وهو على الام ار ان اي. طب انا لما اجي اقول لي يو اي اي، طب اليو اي اي ده الكودون بتاعه ايه؟ قصاد اليو هنا هتبقى ايه؟ قصاد الاي هتبقى يو، قصاد الاي الثانية هتبقى يو. لما اقول لحضرتك ان كودون اون ام ار ان اي اي يو يو، ده يبقى ستوب كودون؟ ما يبقاش ستوب كودون ابدا. علشان كده ده ينفع يبقى انتي كودون وده ينفع يبقى انتي كودون. اليو جي اي تقول لي ده ستوب كودون، برضه هفكرك ان ستوب كودون اون ذا ام ار ان اي، ما ينفعش على التي ار ان اي ونقول في حاجة اسمها انتي كودون. اليو اي جي برضه ده لو ستوب كودون يبقى على الام ار ان اي، هو بيتكلم على الانتي كودون. يبقى باختصار كل دول ينفعوا ان هم يبقوا انتي كودون. خلاص؟ عشان الناس ما تتلخبطش بين بيسالني على كودون ولا بيسالني على انتي كودون. بيسالني على انتي كودون يبقى انا خلاص سبت الام ار ان اي والستوب كودون والانشيشن كودون والحدوته دي كلها. طيب دي الاجزاء بتاعت المالتيبل تشويس. غالبا في المالتيبل تشويسز احنا ما بنجيبش اسئله يعني لوجه الله كده. لا، كل سؤال في المالتيبل تشويس بيبقى ليه اللي بتاعه، انت فاهم اخترته ليه ولا لا. هنشوف مع بعضنا الجزئيه بي من كويستشن 1. شوف بيقول لي ايه. بيقول كومبير بتوين ايتش تو اوف ذا فولوينج. طيب يقول لك دي امينيون اند كاريون. والله لما يبقى في كومباريزون فيها بوينتس اوف كومباريزون كتير، لا هو بيبقى الافضل وفي السؤال ان هو يحدد لي النقط اللي عايزني اعمل فيها كومباريزون. وخصوصا لو انت لاحظت ان انا بقول ده 4 ماركس. 4 ماركس يعني ايه؟ يعني انا عايز ادي دي 2 ماركس ودي 2 ماركس. يبقى انا مش هينفع ادي كومباريزون هتكتب لي فيها 5 6 نقط علشان ادي فيها 1 مارك لكل جزء. وبالتالي انا بقول لحضرتك هنا ان تيرمز اوف سايت اند فانكشن، يبقى انا عايز السايت والفانكشن بتاع كل واحده في دول. لما يجي يقول لي امينيون، the site of amenion is the internal embryonic membrane that surround the embryo containing the amniotic fluid. ده السايت بتاعه. يبقى الامينيون ده حوالين الامبريو من جوه، وجواه في amniotic fluid protect the embryo against the shocks and against the dryness. يبقى انا قلت المكان وقلت الفانكشن بتاع الامينيون. المكان surround the embryo والفانكشن بتاعته containing the amniotic fluid to protect the fetus against shocks and the dryness. But the edges of the amnions are connected together to form the umbilical cord. The umbilical cord connect between the placenta and the umbilicus of the fetus and that carry the food from the placenta to the fetus and the waste from the fetus to the mother through the umbilical cord to the placenta. But what about the chorion? مين الكوريون ده؟ That is the outer membrane that surrounds the embryo. يبقى الامبريو surrounded by or the fetus is surrounded by two membranes. The outer is the chorion, the inner is the amnion. The outer chorion containing edges. The edges are connected together to form the villi or the microvilli that connected together in the endometrium to form the placenta. But the inner membrane is the amnion. So the outer, the chorion is the outer membrane. The chorion protects the brain also as that of the amnion, but the edge of the amnion form the umbilical cord, but the chorion form the villi or form the placenta or the protrusion, the villi in the form of protrusion inside the placenta. يبقى قلنا الفانكشن وقلنا السايت بتاع الامنيون وبتاع الكوريون. طب نيجي هنا بيقول لي في الكومباريزون نمبر 2 دي فيرتبرا نمبر 18 اند ذا فيرتبرا نمبر 28. هو الحقيقه هنا احنا عايزين بنخرج عن دايره ان احنا بنحفظ ولا لا. احنا لما يجي يقول لي ذا فيرتبرا نمبر 18 اخد بالي ال 18 دي فين. احنا نعرف ان في 7 سيرفيكال وفي 12 ثوراسيك.
طب انا لو جمعت لغايه كده السيرفيكال والثوراسيك عامل 19، طب هو بيقول لي ايه 18، يبقى ال 18 دي ثوراسيك فيرتبرا. طيب السايز بتاعت ال 18 دي او الثوراسيك ايه؟ كانت لارج ان سايز. طيب لما اجي نمبر 28 لا هكمل، احنا قلنا ان 7 سيرفيكال وبعد كده 12 ثوراسيك وبعد كده 5 لامبر، ال 5 اللامبر كده هيبقى 24 والناس كلها عارفه ان اللامبر هيخلص عند 24 او ذا فيرتبرا نمبر 24، بس هنا بيسالنا على 28. اه يبقى انا هاخد ال 5 اللي بعدها اللي هي السكرال. ال 5 اللي بعدها السكرال هتوصلني لغايه 29 وهو بيسالني على 28. طالما بيسالني هنا على ال 28 ودي سكرال يبقى دي فلات فيوزد فورم ذا سكرام بون، يبقى انا حددت السايت بتاع البون نمبر او ذا فيرتبرا نمبر 18 وبعد كده السايت اوف ذا فيرتبرا نمبر 28. اوكي يبقى انا عرفت ان دي كانت ثوراسيك لكن دي كانت سكرال، دي كانت لارج ان سايز، دي كانت فلات وفيوزد وفورم ذا سكرام بون وخلاص، دي الكومباريزون مش بنقول عليها اكتر من كده. نشوف السؤال اللي بعده او الجزئيه اللي بعدها نمبر سي في كويستشن 1. بيقول لك the gene of the black and yellow color in a strain of cat carried on 86 chromosome. طيب نمسح الحته دي كده علشان نعرف نشوف احنا بنقول ايه. طيب هنا لما يجي يقول لي ان في نوع من الكاتس عندها بلاك وعندها يلو carried on its X chromosome. الحقيقه السؤال ده lack of dominance و six linked character. السؤال اللي انا جبته في امتحان السودان السنه دي كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك ان في ثلاث انواع من الكاتس، واحده ليها شورت تيل وواحده ليها لونج تيل وواحده ما عندهاش تيل خالص. قال لي 3. كان المفروض الجزئيه دي بيقول لك كان في 5 without tail و7 with مش عارف ايه و2 with long tail. انا ماليش دعوه بالرقم، انا اخد بالي احنا عدلنا الرقم مش خليه 1 2 2 1 علشان يبقى ايه، يبقى السؤال لذيذ او الناس فاهمه كده، لكن العادي ان انت تاخد بالك لما يجي يسال هنا. انا بدور هو انا عندي كام كاركتر، عندي 2 كاركترز يعني 1 بير اوف اليلومورفيك كاركتر ولا 2 بيرز ولا عندي 3 كاركترز. اللي قاله لي هنا قال لي بلاك وقال لي يلو. طب قال لك دي نوع من الكاتس ودي اون ذا اكس كروموسوم والراجل شكرا قال لنا انها كاريد اون ذا سكس كروموسوم. طيب بس بيقول لحضرتك ذا ميل اوف ذات كايند اوف كات يا اما يلو يا اما بلاك، وانا وهو بيقول لي كده انا اخد بالي هو الميل بيبقى ايه؟ اكس اكس او ولا اكس واي؟ هو الحقيقه الميل الناس عارفه ان الميل طالما بتكلم عن ماملز مان دروسوفيلا يبقى الميل اكس واي على طول، يبقى انا هقول ان الميل كده اكس واي. في مشكله مع لما اجي هنا هقول ان الميل اكس كده اكس واي. طب الميل لما يبقى اكس واي قال لي ان الميل ده حاجه من اتنين يا اما بلاك يا اما يلو. انا ممكن اقول له ان البلاك هيبقى بي كابيتال واليلو هتبقى واي كابيتال. ليه انا قلت له كده؟ لانه بيقول لحضرتك واي ذا فيميل مي بي بلاك يلو اور ابريكوت. ابريكوت ده ان انترميديت كاركتر لان الفيميل عندها 2 اكس كروموسوم. يبقى انا لما اجي احل الحكايه دي باختصار هاخد بالي والله بيقول لي ان الميل اكس عليها بي كابيتال او اكس عليها واي كابيتال. لو قال لي انه بلاك يبقى عليها بي كابيتال، قال لي انه يقول عليها واي كابيتال. طب والفيميل؟ الفيميل العادي بتاعها انها اكس اكس. طب الاكس اكس دي يا اما عليها بي كابيتال بي كابيتال تبقى بلاك، يا اما واي كابيتال واي كابيتال تبقى يلو، يا اما بي كابيتال واي كابيتال تبقى الابريكوت اللي احنا عايزينه. طب نرجع نشوف هو كان عايز ايه. قال لك دي كاركتر اوف ذا انديفيدجوال ريزلت اوف ذا تو كيسز اكسبلين اون ذا انسر your answer on the genetic basis. بيقول لك عايز تعمل crossing between male black and yellow female. البلاك ميل ده معروف اكس واي على الاكس بي كابيتال عشان ده بلاك. طب واليلو فيميل اكس اكس وكل واحده عليها واي كابيتال ونعمل الجينيتك اناليسيس. طب يجي في الثانيه بيقول لي ميل يلو. الميل يلو يعني ايه؟ يعني اكس واي والاكس عليها واي بتاعت اليلو.
طب والفيميل ابريكوت؟ اه هنا الفيميل بس اللي لازم تبقى ابريكوت وما ينفعش الميل علشان هنا عندها 2 اكس كروموسومز. يبقى الفيميل هنا الواي كابيتال واي كابيتال دي او الاكس كابيتال اكس كابيتال دي واحده عليها واي وواحده عليها بي. يبدا المساله كلها في الابريكوت بي واي او واي بي، يعني ما ينفعش مره اخليها بي واي مره اخليها واي بي، لا تبقى حاجه واحده لاني خلاص انا قلت ان الابريكوت ريبريزنتد باي بي واي يبقى اشتغلها على طول بي واي.